اللهم نسألك السلامة. يا بسم الله. طوب هذاك. اوكي ماشي مشكل. نتمنى نربحو غدا المنتخب. نربحو غدا كندا. اليوم 30 في الشهر الساعة 11 قل قسمين. إلا سمعتي هاد اللعبة هادي يعني راه المنتخب تأهل. ما سمعتيهاش راه ما سمعتيهاش. هذا هو باش غادي ندوز ليبيزود ديال اليوم باش نحيد ستريس مع عاوتاني كنبدا كندوي وكنتحرك. الحلقة ديال اليوم مختلفة شي شوية حيت غادي ندوي على ارتيست كاين عليه اختلاف. كاين اللي كيقول بلي اندر ريتد وكاين اللي كيقول اوفر ريتد. يعني كاين اللي كيقول بلي ما واخدش حقه وكاين اللي كيقول لك من فوق. وهادو اللي تيقول لك من فوق غالبا هما اللي يقول لك بلي رونالدو ماشي لاعب. فهاد الحلقة غادي نبان لك واحد الجانب اخر من عند جون ماير اللي يقدر تحسدوا عليه اكثر من كيفاش كيلعب والليكس والماتوس اللي عنده. حيت اغلبيه المشاهير كيستغلوا الشهره ديالهم باش اللي طاح في المقلى يتقلى، ولكن جور كيطبق هذه القاعده غير هو كيعزلو كيتخيلو كيطيح على النقعات نتاع الكوميونيتي ديالو. وفي هذه الحلقه غادي نجاوب كذلك على الاجوبه ولا على الاسئله. اش كنقول في هذه الحلقه غادي نجاوب على الاسئله ديال الدراري اللي تجاوبوا مع ستوري ديال انستغرام فاش سولتكم اشنو بغيتوا تعرفوا على جون ماير من الطفوله ديالو كيفاش حتى بدا كيلعب الموسيقى وواش بصح هو البلوزمان اللي غادي يهز المشعل من رأي إريك كلابتون وعلاش قلب من الفاندر حيت هو كان معروف كيلعب بالفاندر كان دوسترات للبي ار اس. هادشي هذا كله غادي يبان لينا. المهم غادي نشوفوا كلشي في السياق ديال الحلقه وقبل ما نبدا الا لقيتي المحتوى متوافق مع داكشي اللي كيعجبك تقدر دير ابوني لايك وخلي كومونتير فاش تسالي الحلقه الا ساليتها باش نعرف الفيدباك ونعرف اشنو عجبك اشنو ما عجبكش الضو ما عجبكش هذا ما عجبتكش انا فهمت نعرف الراي نتاعك على الحلقه. جون ماير تزاد بلاتي هنا هي الانترو يمكن حتى صاحبي نبداو بلا انترو. المهم انا فؤاد عيد حماد وهذه حلقه واحده اخرى من ميوزك بالدارجه. نهار 16 اكتوبر 1977 تزاد جون كليتون ماير في بريدج بورت في الولايات المتحده من ابوين هما ريتشارد ماير اللي كان مدير ديال واحد الثانويه وميسيس مارغريت ماير اللي كانت معلمه ديال اللغه الانجليزيه في واحد الاعداديه وهو الولد الثالث من ربعه ديال الخوت. يعني ماشي هو بوحدو اللي عندهم وماشي هو الكبير اللي غالبا كيكون يتحمل المسؤوليه وكذلك ماشي هو الصغير يعني داك البروش المدلل ولا تيكون بعض المرات هو اللي مهمل يعني مكيدير فيه حتى واحد وكياكل التعقد ديال الموسيقى. جون ماير لا كان هو الثالث وكان عنده رعايه زعما مزيانه وكاغلبيه الناس في الفتره ديال الصغر ما كانش باين عليه شي حاجه ولا تقدر تخليك تظن باللي عنده اهتمام بالموسيقى ولا فيه شي حاجه اللي هي يونيك تقدر تقول عليه زعما هذا غادي يكون موسيقي. كان عادي جدا بحال اغلبيتنا كانوا عزاز عليه الفيديو جيمز كان يلعب البلاي بزاف وكذا مع واحد ولد جيرانو سميتو جيمس بليك واللي حتى هو ولا لاعب عالمي ديال التنس. وعلى ذكر هذا بلان هذا باختصار زعما هذا الشونجمون اللي كيوقع لواحد هو الا عندك شي خوك ولا صاحبك ولا شي واحد في العائله ولا كيف ما كان عمرك تحقرو ولا تقول انا وصلت وانا عارف وعطي الحق لراسك باش انت هو داك الوصي ولا اللي عندك المعرفه المطلقه في شي حاجه. راه هذاك صاحبك اللي كنتي كتحقر يقدر يولي مهندس يقدر داك خوك يولي ارتيست ولا داك الشخص اللي في عائلتك القريبه ولا الكبيره يولي شي حاجه عندها قيمه اكثر من قيمتك انت كفرد سواء في عائلتك سواء في المجتمع. يعني ديك الحقره وداك الانتقاص من الاخر راه ما عنده باش ينفعك من غير انه يدخلك في صدمه وسير مع راسك. فاش كتشوف هذاك السيد اللي كان ما تيسوى والو ولا كنتي كتحقرو كتقول عليه هذاك ما غادي يدير حتى شي حاجه دار ها دوبلك وصل وانت اللي كنتي كتقول انا هو اللي كاين وانا اللي حاكم الكروه وما عرفت شنو حاكم ما درتي حتى شي بلان. الور حاولوا باش كل واحد فيكم يخلي واحد الاثر زوين وسط هذا الجيل هذا اللي كي ابسور به هذا الشيء هذا كله نتاع السوشيال ميديا ويقدر يدير الضحك في راسو ولا يدير شي حوايج اللي هما ماشي هما هادو كي باش يضحك الناس ويلقى الاتنشن ولا علاقه بالفلوس. واحد النهار جون ماير جالس كيتفرج فيلم باك تو ذا فيوتشر وكيشوف واحد اللقطه من الفيلم في الممثل مايكل جي فوكس اللي كان كيأدي دور مارتي ماك فلاي كيلعب الجيتار وبالضبط اغنيه جوني بي جود. هنا جون كيعجبو داك الانسترو كيفاش كيأثر على الناس ولا الناس كيفاش كيتعاملوا معاه ولا كيتفاعلوا معاه. فاش كيكمل 13 عام من بعد ما لاحظ عليه باه انه بدا كيميل للحوايج اللي فيهم الموسيقى وبالضبط الجيتار كيشري ليه اول جيتار اكوستيك باش يبدا يلعب. كيكون ديك الساعه الوقت صعيب باش الواحد زعما يشد الخيط باش يبدا ماشي بحال دابا كاين الانترنيت كتبها لزينه وكتعرف كيفاش تلعبها في اقل من 5 دقائق وبلا استاذ. الا انهم لحسن الحظ كان واحد جارهم مزازكي
فاش كيعرف بلي جون شغل ليه باه جيتار كيعطيه كاسيت ديال ستيفي راي فون. وهنا كانت البدايه فين تانفلونسا ولا تانسبيرا من عند واحد اللي ما قدرش نقول لك كلمه ولكن نقسمها ميم قاف واو ودال، وكيلقى ستيل اللي بغا واللي كان هو البلوز. مع بدا كيسمع لستيفي بدا كيتعمق وكيعرف دا جيتاريست واحدين اخرين بحال بيبي كينغ، فريدي كينغ، ألبرت كينغ ولايتنين هوبكنز. وعلاش هذا ما سماش لايتنين كينغ؟ جون ماير مشى قلب على فين يقدر يبدا يتعلم اكثر من غير انه يبقى معول غير على ودنيه ويعاود الكاسيت ولا يعاود التراك باش يحاول يلعبو. ومن حصل الحظ كيكون حداهم واحد سوبر واحد الجيتار شوب، يعني محل ديال الجيتارات، وكيبدا كيعلمو السيت اللي خدام تما. ولكن سرعان ما كيسالكش اللي عارف السيت، يعني دوك البيزكس راه وراهم لجون، ولكن جون ماشي داكشي اللي بغا، بغى يعرف اكثر وبغى يولي هو تيكتب ولا هو كي امبروفيزي وهو تيقاد الموسيقى. هاد الهوس والتركيز العالي ديالو في الحاجه اللي كيبغي واللي كتخليه ما بقاش مركز ولا مهتم بحتى شي حاجه اخرى، خلى والديه يشكو في الصحه العقليه ديالو، ولهذا كيتيو عند الطبيب النفساني اللي كيقول لهم بلي ولدكم ما بيه حتى شي حاجه واموره طيبه. يعني جون فاش كيركز على شي حاجه ما بقاش كيفكر في حتى شي حاجه اخرى ميم با قريطو. ومده من بعد عاد كيقول جون السبب ورا داك الانعزال ديالو والتركيز الكامل اللي كان على الموسيقى، والسبب كان هو الغوات والمخاصمه الدائمه ديال والديه، الشيء اللي خلاه يولي يعزل راسو ويخلق واحد العالم في دماغه بعيد كل البعد على الواقع اللي كيعيش، عالم فين يقدر يسمع يكتب ويتعلم ويركز على داكشي اللي كيامن به. وعلى ذكر هذه النقطه، راه كاملين عشنا مشاكل حياتنا من عند الوالدين ولا في الزنقه ولا من المجتمع. كاين اللي خرج قتال، كاين اللي خرج فنان، كاين اللي خرج حمق، وكاين اللي انتحر. هذا راجع لمدى براعه الشخص في كيفاش يقدر يواجه المشاكل في الحياه وشخصيته والحوايج اللي زعما انت خصك تجلس وتفكر فيهم، انه المشاكل ما خصهمش يوقفوا لك حياتك. حيت غالبا هذوك الناس واخا يكونوا والديك راه حياتهم سالات، يعني راه تزوجوا وخدموا وصلوا واحد لاج، ولكن ترى عاد بديتي، يعني ما تقدرش تعلق في الاخطاء نتاعهم وتبقى كتلوم في راسك وتساليها. ما علينا، من بعد عامين ديال التعلم والبراكتس، وهنا كنقول عامين هو غير كياكل كيمشي للمدرسه يقرا وكيتعلم جيتار، ما كاينش شي حاجه اخرى، يعني ما كاينش واحد سورس اوف ديستراكشن اللي يقدر يلهيه على الموسيقى ولا على قرايته. من بعد تلك العامين بدا كيلعب في البيران وفي الشوارع، وجانب انه كيلعب ويغني بوحدو، يعني بوحدو اكوستيك تيغني، الا انه كان داخل في واحد الباند وحده اخرى سميتها فيلانوفا. وبسبب هذاك الستريس ولا ديك الججاع اللي كان تيستريس راسو، فاش كمل 17 عام جا خلل في انتظام دقه القلب، وسببها دخل السبيطار لمده نتاع سيمانه، وكانت هي المسبب اللي تخرج الكاتب اللي كان وسط جون ماير، حيت كتب اول ليريكس ديالو من ورا ما خرج بنهار من السبيطار. بسبب داك الاختلال في دقه القلب بداو كيجيو هذيك ريس، وبداو كياخذ الدواء باش يتجاوز هذوك النوبات اللي كيجيو، الشيء اللي خلاه يجلس ويكب كاع التركيز ديالو على الكتابه. وهنا نقولوا عاد بدات الحلقه على جون ماير، ولا عاد بدا كيطلع جون ماير اللي حنا كنعرفوه دابا اللي هو سونغ رايتر وميوزيشن. جون ماير بدا كيسكيبي المدرسه، يعني بدا كيسل باش يلعب الموسيقى، الشيء اللي خلى والديه عاود ثاني يدويو معاه ويقول ليه بلاتي اللي كيدير راه ماشي في صالحه، وبقاو كيسيسو معاه حتى تخرج وخد الباكالوريا ديالو. تما والديه رجعولو وخلاوه يعيش الحلم ديالو، وافقوا ليه باش يمشي يقرا في الجامعه اللي اي ميوزيسيان كيحلم يمشي ليها. جون كيدخل ليها في موسم 97-98 وهو في عمره 19 عام، واللي عاد عرفت بلي زعما وانا كنقلب على جون ماير عرفت بلي راه جون ما مخرجش ولا ما تخرجش منه، حيت كان مع واحد صديق السوء سميتو كلي كوك واللي كيخرجوا بجوجهم من بيركلي من بعد جوج ديال السيمسترز، حيت ما بان لهمش في القرايه وهما بغاو يلعبوا ويوصلوا القمه، يعني داكشي اللي كيقراو تما جاهم شويه بيزيك ولا هما فايتينو وما مسالينش باش نبداو تيقراو دوري مي فاسولا، داكشي اللي كيعرفوا بغاو شي حاجه اخرى. كيخرجوا من تما كيمشيو لاتلانتا فين كيبداو الكارير ديالهم، وكي جاتو تو مان باند، يعني باند فيها جوج ديال الناس، وسموها لوفي ماسترز. ولكن ما كيمشيوش بعيد بسبب الاختلاف في الذوق والتوجه الموسيقي، حيت على ما قال كلي بلي ماير كان بغى يمشي من البلوز للبوب، وهنا كيتفرقوا وكيبدا جون الكارير ديالو سولو، حيت كلي كان باغي البلوز ويبقى في حاجه اللي هي خاطره، وجون كان بغى الكوميرس وبغى الشهرة. جون كيتلاقى بواحد البروديوسر سميتو غلين ماتيو، وكيصايب لجون اول اي بي ديالو واللي كان هو انسايد وانس اوت، كانوا فيه 8 ديال الاغاني واللي جون ماير لعب فيهم الجيتار والغنى، وصاحبو كلي عاونو في الكتابة ديال اغلبية التراكات اللي خرجو في داك الاي بي، وعاونو حتى في اول تراك كوميرسيال للتسويقي يخدمو معاه، وكان هو نو ساتش ثينك. وسجل معاه الباك فويس اغنية كومفورتيبل،
يعني هنا اللي تنقول لك في هذا البلان هذا الا جيتي تفكر فيه هو ان كلي فاش تفرق مع جون، مع انهم اختلفوا في التوجه، ولكن كلي بقى واقف معاه عاونو في الكتابه وقت ما وقف عليه تيقضي مع غارات، ماشي حسدو وتفرقوا وبلوكا وبدا كيقول عليه الهضره ولا ما نعرف شنو. المهم ضروري يكون داك شي واحد هكا في حياتك. التمرج ديال جون ماير جمع الابيرنس نتاع الانترنت مع الظهور ديال الانترنت، واللي طبعا جون ماير غادي يستافد منها، حيت من خلال الانترنت جون وصل للمسامع ديال واحد السيد سميتو غريغ ليترمان. هاد غريغ الخوت كانت عنده ليبل سميتها اوير ريكوردز، كيعجبو جون وكيدوي معاه باش يلعب في واحد الفيستيفال ديالهم، وكذلك يدوز ليه الاغاني ديالو في واحد الكومبليشن البوم نتاع ديك الليبل. كومبليشن البوم يعني واحد البوم فيه بزاف ديال لي زارتيست وداخل فيه حتى يعني فيه النقيلات. كيخرج الاول انترنت البوم ديال جون ماير تحت اسم روم فور سكويرز شهر 6 2001. خلال هذا الوقت هذا اوير ريكوردز كدير اتفاق مع كولومبيا ريكوردز كاول خطوه باش يكون واحد تبادل فني بين الشركات، وهو باش كولومبيا تسيني مع ارتست اللي كينتمي لاوير ريكوردز وبالموافقه ديالها، حيت عارفين كاين الليبلز كيكونوا فاردين هادشي في الكونترا مع اي ارتست بسيني معاهم، ما عندوش الحق يسيني ولا حتى يقلب على ليبل وحده اخرى، وهادشي هضره كنا شفنا في الحلقه ديال ميتاليكا، واللي ما تفرجش راه كلشي فتقاو في ديسكريبشن. كولومبيا ريكوردز كتعاود تريليزي داك الالبوم، يعني كتعاود تخرج داك الالبوم، يعني كانوا عليه تغييرات في الميكس وزادوا فيه تراكات ديال 3 في 5 يعني 3x5، وكذلك سجلوا وزادوا في داك الالبوم 4 ديال التراكات ستوديو فيرجن من بعد ما كانوا لعبوا مسجلين غير في اللايف، وهذا الشيء هذا باش يبان لكم الفرق بين الفيرسون ديال الستوديو والفيرسون ديال اللايف. الالبوم شاف السوق مزيان، الشيء اللي غيخليه في نهايه 2002 يكون دازو منه بزاف ديال التراكات في الراديو بحال يور بوديز ووندرلاند وواي جورجيا، وهذا الشيء خلاه يلقى اراء ايجابيه من عند النقاد وتحت في مقارنه مع واحد السيد سميتو ديف ماتيوز ولا ماتيوز ولا شي حاجه بحال هكا اللي كان حتى هو قريب ليه في الستيل، ولكن داك السيد بيان سور كان قديم. وبما ان جون كان عارف شنو بغى واختار البوب مخلط بالبلوز، يعني كوميرسيال للبلوز اللي كيتعتبر خاطر عنده واحد الباز اللي كتفهم في الموسيقى وكتمزك مع البوب اللي كلشي كيسمعو، وفهمتي واحد الويف نتاع جينيراسيون جديده كتصنت ليه الحاجه اللي غادي تخليه تريكوغنايز دغيا ويتقبل من عند الناس، يعني هو بحال كيسيب لها جوج نتاع الطبقات ويجمعهم في وحده. هادشي اللي وقع حيت في سنه 2003 غادي ياخذ اول جائزه غرامي لاحسن ميل بوب فوكال بيرفورمانس على اغنيه Your body is a wonderland، وهادشي هذا كامل في عمره 25 عام. شهر 2003 خرج دي في دي ديال لايف لعبوه في برمنغهام سميتو Any Given Thursday، واللي لعب فيه تراكات باقي ما تسجلوش، يعني بنادم غادي يسمعهم اول مره اور لايف، بحال اغنيات Man on the Side و Something Missing، وكذلك اغنيات Covered in Rain تسويقيا للالبوم حصل على المركز 17 بالبورد 200. هذا البلان هذا نتاع الالبوم شكلتي هلال، هذا البلان ديال الالبوم لايف غادي نشرح لكم من بعد. وحيت جون كيلعب كيتار مزيان وكيغني مزيان، اريك غراوفورد ديال اول ميوزك كيتسائل على جون ماير وكيقول واش جون ماير هو داك الجيتار هيرو اللي كيتخاد كمثال فاش كيلعب ليني ديال ستيفي راي، ولا هو داك المراهق اللي كتحلم به البنات وكيغوتو فاش كيغني يور بادي از ا وندرلاند. وهذا كيف قلت اشاره ولا للاشاده بمدى الاحتراف ديال جون للجيتار، حيت كيلعب ستيفي بسهوله ولا كيلعب البلوز كامل بواحد السهوله، وكيفاش كيعرف يغني حتى خلى كاع البنات يطيحوا فيه. ويعني المهم راكم عارفين داك البلان تاع المعجبات وداك التخربيق. قبل ما تسال 2003 عاود خرج واحد البوم اخر واللي كان هو هيفير ثينز، واللي واخا ما تبعوش منه بزاف ديال الكوبيز مقارنه بروم فور سكويرز، الا انه لقى بوزيتيف كومنتس من عند اول ميوزيك ومجله رولينج ستونز، وكلاس رقم 1 في بالبورد 200 في الامريكان، وهذا الشيء هذا باش كتسالي ديك السنه. وكان دخلوا في 2004 وكيخرج واحد اللايف ولكن غير على الانترنت وبالضبط على البلاتفورم ديال ايتونز، يعني ما غاديش تلقى في سيديات ولا تقدر تشريه ولا تقدر تصنت ليه في اي بلاتفورم واحده اخرى. وفي 2005 اغنيه من الالبوم ديال هيفير ثينز سميتها دويترز وصلت رقم 1 في بيلبورد ادولت بوب سونغز وخد على جائزه اغنيه السنه في 2005. وهذا الجائزة التي جدته لي ماتت في 2004. 2005 غادي تكون مرحلة تغيير في التوجه الموسيقي ديال جون ماير، واحد سيد سميتو كريس ويلمان قال على جون باللي انتهى
والطموح ديالو كبر من كيفاش يقدر يبان ليك انت، حيت التعامل ديالو مع سونغ رايترز وسينجرز يعني كتاب نتاع الاغاني ومغنيين وادولت كونتمبوراري بيبل يعني الناس اللي عاصروا فنانين القدام خلاه يقرب للناس اللي انفلونسور فاش كان يلاه كيتعلم، وبدا كيكولابوري مع فنانين ديال الجاز وديال البلوز. لعب مع بادي جاي جاي لعب مع بادي جاي ولعب في تور مع بيانيست ديال جاز سميتو هاربي هانكوك، وكذلك لعب في حفلات اللي هي تسويقية يعني تاع بحال هكا تاع تسرات المغرب. ومنهم فاش لعب مع إريك كلابتون في كروس رود جيتار فيستيفال وجون سكوفيلد ذاتس واي اي ساي، وكذلك لعب مع بيبي كينغ اند فريندز. وباش لعب مع هادو كاملين اللي قلت بعد ما كنتي كتحاول ولا كنتي غير كتشوفهم وكت تحاول انك تلعب التراكات ديالهم كذلك تتعلم الليكس ولا لي تكنيك ديالهم، راه خاصك تكون وليتي انت ميم وقاف وواو ودال. هاد لي كولاب كاملين اللي دار خلاو السمعه ديالو ككاتب اغاني ومغني تتزاد عليهم ولا يعترفوا به هو كذلك كجيتاريست. كذلك جون ماير ما عندوش ستيل محدد، يعني زعما ما حابسش راسو، تقدر تعيط ليه يلعب مع جيتار يجي، تقدر تعيط ليه يغني يجي، يقدر يدير لك الباك فوكالز يجي، يعاونك في الكتابه ما عندوش مشكل. وهادشي هذا اللي دار فاش غنى في واحد الاغنيه ديال كيني ويست سميتها بيتر سويت بويتري. وهاد البلانات هادو علقوا عليهم رابرز بالاعجاب بحال نيلي وجيزي. في الاخر نتا 2005 جون كيسد الاستوديو ديالو بسبب الصداع والحساسيه الصوتيه شي حوايج عندهم علاقه بالاكوستيك، وكيشكل جون ماير تريو مع الباسيست بينو وستيف جوردن في الدرامز. وعييت اصاحبي هادشي هذا تي اي فين وصلنا. جون ماير كيخرج الالبوم الثالث ديالو اللي كان هو كونتينيوم في 12 سبتمبر 2006، واللي الخدمه على الالبوم كتكون بالمساعده ديال ستيف جوردن واللي حاولوا في هذا الالبوم هذا باش يزيدوا يبينوا الخليط بين البلوز والبوب، وكذلك يدخل في الالبوم شي تراكات كانوا في جون ماير تريو بحال فولترز و جرافيتي. واللي الصراحة هاد البلاد ما تفهمش ليا كيفاش تقدر تهز تراك لعبتيه معاهم وتهزو تحطو في الالبوم ديالك، ويرد شوية. مجلة رولين ستونز كيكون عندها انترفيو مع ماير باش يسولو على الالبوم اللي لاحظ، وكيقول بلي الراس الكبير في الليبل ديال كولومبيا ريكوردز فاش سمع الالبوم اللي هو كونتينيوم انتقدو بطريقة خلات جون ماير باش يفكر باش انه يمشي يقرا الديزاين بشكل دائم ويعطي اتساع للموسيقى. ولكن اول اغنيه من الالبوم اللي ما كانش عاجب دون لينر اللي كان هو الفورمر ديال كولومبيا ريكوردز كان ثالث اكثر اغنيه تحميلا على ايتونز، وكانت رقم 25 في قائمه بيلبورد هوت 200، ومع نهايه 2006 نومينال 6 ديال الجوائز ديال الجرامي وبيناتهم جائزه البوم السنه، وكيربح جوج من دوك 6 ولا من دوك 8 كاحسن اغنيه بوب مع الفوكال اغنيه ويتين اون ذا وورلد تو تشينج، وجائزه احسن البوم على الالبوم كونتينيوم اللي هذا هو اللي قال ليه الاخر سير رمي داك الالبوم. وطبعا واحدة من احسن الاغاني ديالو عندي هي بليف، نومينات الاحسن ميل بوب فوكل في الحفل السنوي الخمسين للغرامي، ولعب فيها مع اليشيا كيس اغنية نو وان، وتختار من مجلة تايم سكوير وتختار من مجلة تايم كواحد من بين 100 شخص مؤثر لسنة 2007. كمل الخدمة وكيخرج جون ماير الالبوم الرابع ديالو اللي كان هو بارو ستاديز، واللي فاش خرج وبجانب النجاح اللي حقق الا ان ماير قال بلي كيحس بلي واخا يدير اللي دار ما يمكنش يخرج شي حاجه ولا شي البوم بحال كونتينيوم. واخا الالبوم كينجح في المستوى التسويقي وكلاس رقم واحد في بيلبورد 200 الا ان ماير قال بلي بارو ستاديز ماشي هو احسن البوم ديالو. من ورا هذيك السنين من ورا هذيك التمارة كيبداو المشاكل عند جون، ولكن ماشي المشاكل اللي تقدر تحسدو عليهم واللي غادي نقولهم ليك من بعد، حيت كيحبس كاع الخرجات الاعلاميه ديالو في لي زانترفيو ولا اي حاجه كانت عنده، وكذلك كيوقف الخدمه على الالبوم الخامس ديالو حيت جون كان خدام فهمتي عطيه المزيكا البوم تبع البوم. وسبب التوقف هذا كان مشكل في فوكال كورتس ديالو اللي كان عباره على التهاب خلاه يبعد ويحبس الموسيقى لقرابه عام وشي شويه، وخضع لعمليه جراحيه باش يحيد داك الورم اللي كان عنده نهار 20 اكتوبر 2011. كيقولوا بلي العمليه دازت مزيان ولكن غادي تخصو واحد شويه ديال الراحه تقريبا شي شهر، وقال بلي الالبوم راه كامل ولكن باقي خاصو غير شي تويشيات في الغناء. ولكن حاليا حاليا جون كيستغل هاد الفتره هذه باش يرتاح يسافر ويسمع، يعني يتمزك الكالتشرز وحدين اخرين ولا ثقافات اخرين ولا موسيقى واحده اخرى، ولكن الرياح والسفن قلبوها وما تفهموش وكان خصو يعاود
العمليه. كلش تمام، وجون خدم وكمل الالبوم بمساعده الدويات وخرج اول تراك من الالبوم Born and Raised، وقال بلي غادي يخرج الالبوم كامل نهار 22 ماي 2012، وعلق على الالبوم بلي غادي يكون اصدق البوم، يعني ما داروش باش يسوق به وانما داروا وكتبوا بالستيل ديالو وداكشي اللي بغى يقول. ولكن للاسف كيعاود يرجع ليه داك الورم ولا ما نعرف شنو يكون داكشي اللي عنده في الفوكال كورس ديالو، شي اللي كيخليه يحبس التور اللي كان داير باش يبروموتي الالبوم، ولكن من ظهره ومن ظهر المستمعين ان الالبوم كان ديجا واجد، شي اللي كيخليه يهبط للسوق بالتاريخ اللي كان محدد ليه ويكلاسي رقم واحد في بيلبورد. هذا عنده كل شيء، واحد رقم واحد في بيلبورد 200، وتبعت منه اكثر من 290 الف كوبي في السيمانه الاولى، وحتى الكومنتس ولا الانتقادات كانت ايجابيه، حيت كلاسته مجله رولين ستونز رقم 17 من بين احسن 50 البوم اللي خرجوا في سنه 2012. بسبب هذا المشكل اللي عاود رجع ليه واللي اثر على الصوت ديالو، بدا كيفكر جون باش يحبس ولا ينقص من الغناء ويركز اكثر على الجيتار، وبدا كيفكر باش يبدا غير كيلعب مع ديزارتيست واحدين اخرين ولا مغنيين واحدين اخرين. ولكن بالمساعده ديال الامريكان، حيت كان هو في الامريكان، وبالمساعده ديال جامعه كاليفورنيا واللي كانوا كيديروا فيها ابحاث، كيحاولوا يلقاو ليه حل ويدرسوا الحاله ديالو بالتنسيق مع المساعدة ديال طبيب متخصص في أمراض المسالك التنفسية، كيجرب واحد الحل وهو يخدر ليه الفوكال كورد ديالو بواحد النسبة كبيرة ديال البوتوكس على أمل باش تعاون في الراحة ديالهم ويسكت واحد شوي. وخلال هذا الوقت هذا كيدير داكشي اللي كان فكر فيه من قبل، وبدا كيقبل يلعب كضيف مع بزاف ديال الباندات وديزارتيست، ولعب غير جيتار ماشي يغني، بحال مثلا لعب مع فرانك اوشن اللي لعب معاه في برنامج ساتردي نايت شو، ولعب مع ذا رولين ستونز في نيو جيرسي في 2012. في شهر واحد 2013 جون كيتشافى نسبيا وكيولي قادر باش يعاود يغني من بعد تقريبا عامين بلا لايف بيرفورمانس ديال الغناء. واي ارتيست فاش كيرجع للساحه الفنيه من بعد مده كيكون عنده بزاف ديال اللايفات وديال لي زانفيتاسيون، وكل شيء كيبغي يكون هو من الاوائل اللي يقدر يدوي معاه ولا انه يحصل على يلعب عنده، وهذا اللي وقع لجون. ولكن كان عنده واحد الجانب شويه سلبي، حيت ما خلاش باش يتكونسونطرا على البوم السادس باش يسالي دغيا، الشيء اللي كيخليه يتعطل شوي. وصلنا 20 اكتوبر 2013، باراديس فالي كيخرج، واللي فاش سمعته كتم فيه صوت ديال الكانتري وفولك روك، داكشي نوعا ما قديم ولا كيعبر على واحد الفتره من الزمان في واحد بلاصه من العالم. زوين زوين، وكان فيه فيت مع جوج ديال ليزارتيست، فرانك اوشن اللي سبق وذكرته اللي لعب معاه، وواحده اللي كانت صاحبته، هم بلي الحوايج اللي يقدروا يخليوك تحسدو، وكذلك واحده من المشاكل ديالو اللي غادي نقول لك من بعد ماشي دابا. المهم هذيك اختنا كانت هي كاتي بيري. الالبوم باش خرج كلاسه رقم 2 في بيلبورد 200، وتبعت منه تقريبا 145,560 كوبي، ودار اول تور منورا 3 سنين ديال التوقف، ولي سيبورتا فيها جوج ديال لي البوم اللي خرج ولكن ما لعبهمش لايف، بورن اند ريزد اللي ما لعبش التور ديالو حيت كان مريض، والالبوم الاخراني اللي خرج اللي هو باراديس فالي. سنه 2015 كيلعب مع اتشيرين في الحفل ديال الجرامي، وكيقول بلي دابا راه واخد فتره راحه من الخدمه على واحد الالبوم اللي هو بيرسونيل، يعني كاين فيه حياته الاغاني كيدوي على شي حاجه اللي جون بغى يقولها. وفي هذيك الفتره ديال الراحه كطيح عليه فكره باش يجمع واحد الباند قديمه ويلعب معاهم، بحال الا قلنا سعد المجرد ناض قلب على اعضاء ديال ناس الغيوان ولا شي حاجه، وبدا كيتوري معاهم وكيدوي معاهم في ليتور. الباند كانت هي Grateful Dead، وجمع غير الاعضاء اللي باقيين حيين، وبدا كيريبيتي على تراكاتهم، وداروا تور تحت اسم Dead and Company، يعني ديد واللي كترمز للجريتفول ديد اللي هي الباند، وكومباني يعني واحد الرفيق ولا اشاره لجون ماير. ومجله بيلبورد قالت بلي هذيك التور كانت ماجيكو، يعني ساحره، واللي بقات حتى 2016، وبسببها جون تعطل باش يخرج الالبوم ديالو، حيت جون عنده الالبومات غير تيراش راش. فاش كيسال هذيك التور كيرجع يكمل الالبوم، ولكن بحكم انه تعطل كيلونسي جوج ايبيات، واحد سميتو The Search for Everything Wave 1 يعني الموجة الأولى، واللي خرج نهار 20 شهر 1 سنة 2017، والايبي الثاني عنده توا نفس السمية غير الويف اللي ولات جوج، يعني ولات الموجة الثانية، واللي المدة بيناتهم كانت شهر تقريبا، بالضبط في 24 شهر 2. من بعد شهرين كيخرج ألبوم سميتو The Search for Everything، صافي كيبدا التور ديال الألبوم، القضية كتكون شاخدة، كل شيء غادي هو هذاك عنده، حتى كيجلس الارض باش يفتح المسرحه الزايده، يعني الزائده الدوديه اللي كيكتب باللغه العربيه، كيرتاح فتاح حتى 2018 فين كيبدا كيلوح لي سينجلز ديالو، وكيبدا بنيو لايت
وكيقول في واحد الانترفيو مع ابل ميوزيك باللي كاين اسلحه جديده في 2018 داخله، يعني كاينين تراكات. والبلان اللي زوين عنده هو الى قدرت شي مره تحضر لشي لايف ديالو كون اكيد غادي تسمع اغاني عمرك سمعتيهم، واخا تكون حافظ كاع لي زالبوم ديالو. علاش؟ حيت في اللايفات كيلعب تراكات اللي جايين في الالبوم الجاي، يعني انت كتسمعهم قبل ما يهبطوا للسوق، فهمتي البلان كيفاش؟ وهذا الشيء اللي دار فاش لعب في اي هارت راديو ثياتر في اكتوبر 2018، فاش لعب اغنيه اي جيس اي جاست فيل لايك. وفي 2019 كيخرج جوج ديال السينجلز، الاول اللي هو اللي لعب قبل يعني اي جيس اي جاست فيل لايك و ثينك. منحتاجش نفكركم في 2020 حيت في عالم غريب واقعنا وقف فيها الزمان، وكاين اللي باقي ما فاهمش شنو واقع لدابا وكيتسنى الدنيا ترجع كيف كانت في 2019. جون كيقلب السوشيال ميديا تاع هو وكيولي تيك توكر، غير هو ما كيشطحش، كان كيحط غير لعبات من التراكات اللي خدام عليهم باش هكا كيبقى في تواصل مع المتابعين ديالو. سد عليه كيكتب وكيسجل حتى شهر 6 في 2021 فاش كيطلق الالبوم الثامن ديالو الاخراني اللي هو سوب روك، واللي كانوا فيه تراكات رماهم سينجلز من قبل. اي واحد كيسمعو ولا كيفكر يسمعو كنصحك تسمع البالاد فيرجن ديال لاست ترين هوم. كنظن بلي زعما الكارير ديالو قلتها لكم، عطيتكم التيتان تاع لي زالبوم ديالو شنو كتب وشنو دار، عطيتكم الطفوله ديالو ولا شنو اللي خلاه يلعب جيتار وكيفاش تمشي على الجيتار. دابا غادي نقول لكم المشاكل ديالو اللي تقدروا تحسدوا عليهم. بالنسبه للمشاكل ديالو غادي نبدا باول واحد واللي هو السبب اللي خلاه يقلب من الفاندر للبيرس. جون ماير معروف انه كان كيلعب فاندر، واي ارتست معروف كيكون بحال ريفيرنس ديال ديك البراند يعني ديال ديك الماركه، وكيحاول يقتو شي جيتار كتناسب اللعب والصوت اللي كيقلب عليه داك الارتست، حيت الا صايبوها ليه راه الناس بزاف غادي يشريو ديك الجيتار. جون ماير كيكون بغا جيتار تكون مودر، ولكن باش انه يتكونتاكتا ويوصل الميساج ديالو للراس الكبيره نتاع فاندر كان صعيب، حيت شي تيخصو يقولها لشي وكتبقى غادي هكا وكتبقى كتسنى. جون ما كانش عجبو الحال على المعامله اللي تلقى من الشركه، وهو يتواصل مع شركه واحده اخرى واللي تلقى منها معامله مخالفه ومختلفه تماما مقارنه بفاندر، بحيث تواصل مع المدير العام ديريكت وتصنتوا ليه وحاولوا يطوروا معاه الفكره ويحققوها ليه على ارض الواقع. وهي فين كيخرج بيريس سيلفر سكاي اللي الا شفتيها راه غادي يبان لك البلان باللي قريبه للشكل ديال الفاندر، غير كاين اختلاف في الهيد يعني في الراس نتاعها وكتبان مودرن اكثر. المشاكل الاخرى كانت في العلاقات ديالو، بحيث انه كان طايح مع حسب ما يسيب ليش. اول وحده كانت هي الممثله جينيفر لوف واللي هي على من كتب وحده من بين احسن الاغاني ديالو هي يور بودي از ا وندرلاند. الثانيه هي المغنيه جيسيكا سيمبسون واللي قال بلي علاقتهم كانت عامره غير بداك الشيء وما كانش داك الشيء غادي يمشي بعيد، كيسالي معها وكيلوي مع وحده اخرى واللي هي الممثله كاميرون دياز واللي كانت هي راس السوق من وراء ما مثلت فيلم تشارلي انجلز. كيتخاصم معها وكيطيح مع ممثله واحده اخرى سميتها مينكا كيلي، وتا هي كيتفرق معها وكيطيح مع نجمه من السلسله الكوميديه دار الوارتا. لا واش ضروري خصك زعما تجي لي هاد اللعيبات هادو تخشيهم نقول انا هضراتي. نجمه مسلسل فريندز جينيفر انستون وكتستمر العلاقه ديالهم بين 2008 حتى 2009 وكيتفرقوا، كيتصاها مع وحده اش غادي نقول لك السي سير اولد جون، كيطيح مع تايلور سويفت حتى هي ما كيطورش معاه وكيتفرقوا، وكيتصاحب مع كاتي بيري كيسجل معها داك التراك اللي قلت لكم قبيل، ولكن حتى هي كيتفرق معها وكيتصاحب مع هيلسي واللي حتى هي ما كيطورش معها وكيتفرقوا. دابا انت صديقي واش تقبل تعيش هاد المشاكل هادو ولا تجوج بنت جيرانكم اللي كتصرع مسمن عندها بيجامات النمر؟ دوي. دابا غادي نجاوب على الاسئله اللي كنت سولتوني في انستغرام على شنو بغيتو تعرفوا على جون ماير. كاينين دراري هنا مسولني اسئله ما عرفتش نقولهم، بحال اللي سولنا دي زارتيست وحدين اخرين ما عرفتش نقول لكم حتى شي حاجه. برنس الرابع بغى كلشي، ظن بلي اني تقريبا قلت كلشي. هذا الزيدي سولني قال لك شحال كيلبس في رجليه، كيلبس 45. جون ماير كيلبس 45 في رجليه. سعد واش بصح سد عليه 18 عام باش يتعلم جيتار؟ اكوردين تو ماي فريند او بي اس سي او بي ما كايناش الهضره، مشيت على راسو 18 عام ما لقيتها في حتى شي حاجه زعما داكشي الكل اللي قلبت عليه
وراه المصادر ولا فين قلبت تلقى كلشي في الديسكريبشن، تقدر انت تقلب وتشوف شنو كاين. هو تقدر تاخد من 18 عام باش يتعلم، يقدر تاخد من 50 عام وهو باقي كيتعلم وتزيد يديفلوبي في راسو، ولكن باش انه يسد عليه ولا ما يبانش تيلعب موسيقى حتى تولي عنده 18 زعما اكثر من 18 عام ما كايناش. طيب عليك انت نيت، كيفاش تدوزتي الطفوله في هاد سي جي هيوز، وكيفاش بدات الفكره ديالك بدات الفكره ديال الموسيقى عندك؟ طيب تنتلاقى انا وياكم كلك. اي ام اوبسكوب، هذا هو اللي قال لسعد راه سد عليه 18 عام بجوجكم وصفتوا لي البلان. البدايات ديالو قلت لهم ليك بلي سيد بدا من الزنقه، يعني بدا كيديفلوبي في راسو، بدا كيتعلم، بدا كيتصنط، بدا غادي كيقلب مع الجامعه، ها البيران، ها الكوفي، ها الشارع، يعني تلقى مع ناس كيعطيوك ادفايسز، تلقى مع ناس نتا على الصون، تلقى مع بزاف نتا الحوايج اللي غادي يطوروك نتا شخصيا. بالنسبه للطون ديالو باقي انا داك باقي نقلب كيفاش كيجي ليه. الماتوس نتاعو غالي، الا كنتي كدوي على الطون ديالو دابا. عز الدين جون ماير قصتو مع تركيبه المسمن بالفرماج، لا ديك نهار حتى كنت نفطر وطاحت لي الفكره باش نسولكم شنو تعرفوا على جون ماير، وانا نصور ديك المسمن حطيتها. بادر الغادي، علاش الكرمه جات من فاس؟ هاديك خصك تسول الاخرين. صافي هادشي اللي كاين. محمد الاسماعي واقيلا music theory skills different modes maybe guitar techniques solos blue scale ومخلط بشويه بينتاتونيك تا هو بلوز شي حوايج سامبل. ودابا باقي لي راه دغنيغمون شفت واحد الفيديو ديالو كيدويو على سميتو باللي عنده واحد السكيل ديالو مخلط، وهو تحط داك السكيل كيقصر به. غادي نحاول نحطو لك في ستوريه تاع انستغرام باش نحاول نشرح هذا البلان هذا نتاعو. سو الشباب هذا الشيء اللي كاين الان، انتوما تعطوني حوايج اللي نقدر نكون ما رديتش ليهم البال، فهمتي؟ يعني انا داكشي اللي لقيت راه عطيتو ليكم، وانتوما كنتو عارفين شي حاجه ما عرفتهاش انايا تقدروا تبارطاجيوها معايا. هذا يعني كله غير باش دير كونسيبت لي هو يكون اتليست نقي وزوين، ما تكونش شي حاجه تافهه وما يكونش فيها التخربيق. وطلعوا في راسكم، نشوفكم في حلقه واحده اخرى ان شاء الله في شي بلاصه واحده اخرى. سي يو.